اليوم لعبنا ما مقابله مع اتحاد العاصمه نظرا كما يقول لك لظروف ما كنشوفوا عوده ايدوين وعوده عبد القادر بوسعيد وسط الميدان كما يقول لك اللي لاعبين ركيزه تاع الفريق في الاونه الاخيره. نزيدوا نلاحظوا باللي الاداء تاعهم اليوم كان متوسط بالنسبه كما يقول لك للعوده تاعهم القريبه، ودينا كما يقول لك دينا لو ريسكو لعبناهم ان شاء الله كما يقول لك في الايام القابله نعاودوا نسترجعوهم ونسترجعوا كما يقول لك كل اللاعبين ونعاودوا نرجعوا بنفس اخر. لما لا كما يقول لك الفوز والعوده بنتيجه ايجابيه من شبيبه القبائل اللي تخلينا نعاودوا نرجعوا للسكه وسكه الانتصارات اللي مولفين هذو اللاعبين يبرهنوا في كل مره. لا فيكتوار دان لي فوتبول بروفيسيونال سي بوسيبل كي سيان بيتي ديتايل نورمالمون كوان تو غاني لي ماتش بيان سور كي تو ليكيب كونتان ايليا لا سي جولي لا فيكتوار سي تري جولي. La victoire c'est toujours essentiel dans le football, se cherche la victoire, se travaille pour la victoire. Mais aussi il faut dire que le football c'est un petit action. Bien sûr que l'équipe adversaire peut faire le but avant que nous, ça peut chancer le match. Alors il faut maintenir la calme, il faut maintenir la stabilité. Bien sûr que quand tu gagnes, nous sommes très heureux, nous sommes contents.